عقد الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا اجتماعا مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الذي يزور البرازيل حاليا. وقد رفض الرئيس لولا دا سيلفا الانتقادات الموجهة لبلاده بشأن الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد للبرازيل، قائلا إنه يجب إشراك جميع الأطراف لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومن جانبه دعا بيريز البرازيل إلى استخدام نفوذها المتنامي على الساحة الدولية للمساعدة في الحد من طموحات إيران النووية ودعمها للجماعات الفلسطينية المسلحة.